أهلا بكم مستهل يوم جديد وكالمعتاد قراءة سريعة لأهم الأخبار اللي بنطلق عليها الترندز الأهم، واللي هي النهاردة يعني ترنداتنا متنوعة بين فن بين حديث عن خبر بيهم يمكن العالم كله، وهو متحور أميكرون الجديد اللي تم رصده في جنوب أفريقيا. لكن يعني التفاصيل هنعرفها في هذه الفقرة أساتذتكم تتابعوها. خلينا نبدأ بالفن. الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم خلال الشهور الأخيرة كلنا بنعرف إن هي يعني كانت هي وأسرتها طبعا بالكامل محل اهتمام جميع محبيهم داخل مصر وطبعا خارج مصر، خاصة بعد يعني الحدث الأهم اللي حصل طبعا رحيل الفنان الكبير سمير غانم ودليل عبد العزيز رحمة الله عليهم. ظهور قليل وبشكل مؤثر يعني كانت بتظهر بيه دنيا سمير غانم من وقت ما حصل اللي حصل، ويمكن كان كل محبيها وكل المتابعين ليها ولأسرتها يعني بيدعوا لها ويعني بيقدموا لها كامل الدعم حتى بالكلمات وبالدعاء في كل وقت. لكن امبارح بدأت الدنيا شوية يعني تظهر الجمهور بشكل مختلف شوية عن ما اعتادوه، وشاركت صور ليها من الفيوم. يبدو يعني انها بدأت شوية شوية في الخروج من الحالة النفسية دي اللي يعني لازمتها منذ إصابة يعني والديها بفيروس كورونا. الصور كانت موجودة خلال تواجدها في رحلة في الفيوم مع الإعلامي رامي رضوان زوجها خلال مغامرة كده سفاري في وادي الحيتان، وأيضا كانت متواجدة من خلال ستوريز على حسابها على الانستجرام، حطت صور كده من الزيارة للمحميات الطبيعية ويعني وفي نفس الوقت طبعا بالتأكيد ده ما يمنعش إن هي بتواصل الدعاء لوالدها ووالدتها الكبار رحمة الله عليهم، ويمكن من وقت للتاني يعني بتدعي لهم بتنشر صور بتدعي لهم فيها وبتصحبها أحيانا يعني صور نادرة ليهم عشان تطلب من الناس إنهم بيفتكروهم مرة تانية ويدعوا لهم. وبالتأكيد إحنا يعني بنتذكرهم لأنهم أيقونة لن تتكرر. طبعا بنوجه لها التحية. وخلينا ننتقل لترند تاني وهو خاص بالمتحور الجديد اللي تم يعني رصد إصابات بيه في جنوب أفريقيا واللي اتكلمت عنه في مستهل الكلام. تفاصيل بتقول إنه يعني من امبارح وإحنا متابعين معاكم لحظة بلحظة كل جديد بخصوصه. الحقيقة إنه أيضا منظمة الصحة العالمية كشفت إنه تم تصنيف متغير فيروس كورونا الأفريقي بإنه يعني هذا المتحور شديد العدوى، وقد يكون مثير للقلق وهو أكثر انتشارا أيضا. وضحت كمان إنه المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بتطور فيروس كورونا هي مجموعة مستقلة بالمناسبة من الخبراء اللي بيراقبوا وبيقيموا بشكل دوري تطور الفيروس. المنظمة قالت إنه تم عقد اجتماع للجنة وخرجت اللجنة إنه بيحتوي هذا المتغير على عدد كبير من الطفرات، بعضها مثير للقلق وبشكل كبير. تشير بالمناسبة أيضا الأدلة الأولية إنه زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بهذا المتغير مقارنة بالمركبات العضوية المتطايرة الأخرى، يعني يبدو أن عدد حالات هذا البديل في الازدياد، أخذ في الازدياد في جميع مقاطعات جنوب أفريقيا تقريبا. العديد من المعامل أشارت إلى إنه بالنسبة لاختبار بي سي آر استخدم على نطاق واسع وتم اكتشاف هذا المتغير بمعدلات يمكن أسرع من الزيادات السابقة في الإصابة، وده بيشير إلى أنه هذا المتغير قد يكون له ميزة نمو. قالت كمان إنه في عدد من الدراسات الجارية واللي يعني بتواصل هذه الدراسات يعني فيها بيوصل فيها مستشاري فيروس كورونا تقييم هذا المتغير بشكل كبير، ومنظمة الصحة العالمية ستقوم بالفعل بإبلاغ النتائج الجديدة الخاصة بهذه الدراسات لدول الأعضاء والجمهور طبعا بالتأكيد حسب الحاجة وبناء على الأدلة المقدمة اللي بتشير بشكل واضح لحدوث تغيير ضار في علم الأوبئة لفيروس كورونا. ويمكن النصيحة الأهم أخيرا اللي نصحها المستشارين أو مستشارو فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية أن يكون يعني في ضرورة تصنيف هذا المتغير على أنه متغير خطير، واعتبرته يعني سلالة متغيرة ومستجد خطيرة، وبناء عليه طبعا يعني ادت كده شوية توصيات. منظمة الصحة العالمية أعطت توصيات بتعزيز وجود المراقبة والتسلسل لفهم هذه المتغيرات المستجدة والمنتشرة بشكل كبير والإبلاغ عن الحالات والمجموعات الأولية يمكن المرتبطة بعدوى المركبات المتطايرة لمنظمة الصحة العالمية خلال آلية خاصة باللوائح الصحية الدولية. طيب ده كان موضوع مهم جدا أعتقد إن إحنا هنتابعه سلم الله الجميع. دي كانت أبرز الترندز أو الأخبار المتصدرة لكل محركات البحث النهاردة، لكن انتظرونا في يعني البقية من اليوم عندنا الكثير نقدمه. شكرا للمتابعة.